تضعف التوكل، نقول لا ده ما تخلاش، ده هو حينما أدبك كان معك، وإن لم يؤدبك يبقى تخلى عنك. فساعة تأتي المصيبة اعلم أنه لا يزال إيه، لا يزال إيه مولاك. وما دام مولاك بهذا الشكل كل ما تغلط غلطة يحاسبك عليها ويصوبها لك، يبقى هو ده اللي تثق فيه أن تتوكل عليه. اللهم إني قد أتيت إليك كما فعل قبيل وهابيل أولاد سيدنا آدم عليه السلام، حتى إذا أوى إلى التلف تتقبل من الأول ولا تتقبل من الآخر. اللهم إن كل خلقك خطأ وإن رغم عندك استبطا وخلطك على ما يتبع القرآن وسخر من أهل الإيمان. اللهم إنا أسألك أن ترفع عنا البلاء يا رب العالمين، فإنك أنت الواحد الأحد القهار. اللهم إنا أسألك بعلمك ورزقك وحلالك يا رب العالمين. اللهم إن بعضهم قد كان خطأ وسخر من أهل الإيمان وترك سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فأسألك اللهم بحقك وبكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته وعلمته أحد من خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. اللهم إن خلقك قد نسوا كل شيء وقد أحبينا الزنا والقتل. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، عليك توكلت. اللهم ارفع عنا البلاء يا المسلمين. اللهم ان كان في قلب رجل من زهره لا اله الا الله تقبل منه يا رب العالمين، وارجع مساجدك وادخل المؤمنون اسلامك يا رب العالمين. اللهم برحمتك شر ما قضيت. اللهم ان كل خلقك خطا رغم انك استبطا واخرتك ولم يتبع القران وسخر من اهل الايمان، فاسالك اللهم بحق كلماتك التامات ان تغفر لنا وترحمنا وتعودنا بلادنا آمنة. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين بكل اسم سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته لأحد من خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، عليك توكلت وإليك أنبت. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. تثق في أن تتوكل عليه. ساعة ما يجي الواحد مثلا يتكل في أمر من الأمور على وبعدين غلطت منها، فيجي يقول لك انت غلطت، انت ما كانش صح انك انت تعمل الشيء الفلاني، تقوم انت تثق فيه وكلف ليك ولا ما تثقش فيه؟ طب وان غشك وقال لك لا ما فيش مانع ما مش عارف ايه، تثق فيه ولا ما تثقش فيه؟ يبقى وعلى الله فليتوكل ايه. ولكن اياك ان تنقلوا التوكل من القلوب الى الجوارح. الا صلوا في بيوتكم.